السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول مع مادة التربية الدينية الإسلامية. إن شاء الله يا ولاد هناخد درس جديد بإذن الله. المحور الثاني العالم من حولي. الدرس الثالث يا ولاد اتحدث عن آيات من سورة الرحمن. هنتعرف على تفسير آيات من سورة الرحمن. الآيات يا ولاد اللي هتاخدها إن شاء الله وتحفظها واللي عليك في المنهج من 1 إلى 13، يبقى أنت إن شاء الله بإذن الله من سورة الرحمن هتحفظ الآيات من 1 إلى 13. أحسنتي. طيب هنتلو يا ولاد معاكم آيات سورة الرحمن، استمع جيدا للقراءة. طبعا قبل ما نبتدي القراءة بنستعيذ من الشيطان الرجيم ونستعين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نستمع من زميلتنا تلاوة الرحمن من 1 إلى 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنتي، قراءة جيدة وتلاوة ما شاء الله عليكي. طبعا احنا عايزين نتدرب على التلاوة أكثر من مرة عشان تقدر بإذن الله تحفظ آيات الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نبدأ نفسر الآيات في كام ملحوظة أنا بحب أقولها لك. دايما يا ولاد الآيات القرآنية الترقيم بتاعها بيجي عند انتهاء الآية. يعني عندك الرحمن رقم 1 جاء امتى؟ بعد ايه؟ الرحمن. يبقى دي ايه؟ انتهاء الايه الاولى. علم القران، ها رقم 2 جاء بقى ايه؟ بعد انتهاء الايه، وهكذا. يبقى الترقيم بيجي بعد انتهاء الايه؟ الايه. رقم 2 عندك هنا يا اولاد، لما انت تيجي تكتب الايات بتكتبها بشكل رسم المصحف؟ لا طبعا. يعني عندك الانسان انا هشاور لك عليها بالسهم اهو، بص مرسومه ازاي. في ألف صغيرة محطوطة فوق السين، يعني تحس إن هي ما بين السين والنون. طيب أنت بتكتبها عادي ما عدا كلمة طبعا اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن، لأنها تنطق ألف وتكتب بالمنظر ده بالظبط. تمام كده؟ طيب هنشوف أكتر من خلال الشريحة اللي جاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ادي كده اي اول آية عندك الرحمن. خد بالك سورة الرحمن فيها نعم كثيرة. فيها ايه يا اولاد؟ نعم كثيرة. تمام. اتحدث الله عز وجل عن نعمه. في احكي لك موقف صغير كده. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول اسم الرحمن عند قريش في مكة. فطبعا قريش قالوا مين هو الرحمن؟ انت دايما كنت بتقول الله. فطبعا هم ما يعرفوش ان الله سبحانه وتعالى عنده كم اسم؟ 99 اسما. احسنت. او ممكن اقول 100 الا ايه واحدا. طيب طبعا اسم الرحمن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء ويسمع كل شيء. فانزل سورة الرحمن لهذا السبب. فقال انا الرحمن. يبقى اسم من اسماء الله الحسنى الرحمن، اختص به ايه؟ نفسه. تمام كده. طيب والرحمن من صفاته هو بيقول لك ايه؟ رحمته وسعت كل شيء. رحمه الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. تمام. يبقى اسم من اسماء الله الحسنى. يبقى الله يتحدث عن نفسه يقول انا الرحمن. دي كده اول ايه. الايه الثانيه الله سبحانه وتعالى قال علم القرآن. هنا يا أولاد الآية الثانية الله يقول علم القرآن لجميع البشر. طبعا سيد الخلق هو سيدنا محمد علمه القرآن، وسيدنا آدم وذريته. طبعا إحنا طبعا تعلمنا القرآن الكريم. خد بالك أي نص بينزل من السماء هو يعتبر من القرآن، لأن هو بيدعو إلى عبادة الله وحده. تمام كده. يبقى تعلمنا من القرآن ان احنا نعمل ايه؟ نعبد الله وحده. يبقى علم الله سبحانه وتعالى البشرية علم القرآن. انت نفسك كطالب بتفهم تفسير آيات القرآن، صح ولا لا؟ مش انت بتتعلمي تفسير آيات القرآن؟ ايوه يا ميس، حضرتك بتعلمينا دايما تفسير آيات القرآن وبتفهمينا معانيه. يبقى النعمة الثانية هو الله سبحانه وتعالى علمنا علم القرآن. النعمة الثالثة خلق الإنسان. الآية الثالثة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة. أحسنتي. بمعنى يعني ميزه الإنسان عن باقي المخلوقات من الحيوانات ومن غيرها بالإيه؟ بالعقل. لكي إيه؟ لكي يفهم ويتدبر حكمة ويفكر في شؤون الدنيا وفي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. أحسنتي. الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل لكي نميز بين الخير والشر. تمام كده. لكي نفكر به ونتدبر بنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت بالعقل تقدر إيه؟ تفكر وتميز بين الخير والشر. يبقى سبحان الله سبحانه وتعالى أعطانا النعمة الثالثة، هو خلق الإنسان وميزه عن باقي المخلوقات بالعقل وخلقه في أحسن صورة. تمام. الآية الرابعة علمه البيان. معنى علمه البيان يا ولاد يعني علمه كيف ينطق ويكتب. مين؟ الله. علمنا كيف نكتب وننطق. طبعا يا ولاد لو انت هتبص حواليك كده هتلاقي في منا الأبكم، يعني ما يقدرش يتحدث، والأبكم والأصم يعني لا يسمع ولا يتكلم، فبيستخدم لغة الإشارة. تخيل حديلك مثال، لو هو الرجل ده اللي هو لم يقدر على التحدث فيقول لك أنا عايز أشرب، فتلاقيه كده يعني يثير الغضب. ليه؟ لأن أنت مش فاهمه. تمام. فدي نعمة بقى ندركها بقى. نعمة إيه؟ أن أنت تقدر أن أنت تتحدث بكل سهولة. يبقى دي نعمة ولا لأ؟ طبعا نعمة التحدث وإيه؟ وإن أنت تكتب. خلاص كده. يبقى علمه البيان، علمه كيف ينطق ويكتب. يبقى دي النعمة الرابعة. الشمس والقمر بحسبان. الآية الخامسة نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاها. معناها إيه؟ كلمة بحسبان يا أولاد يعني الشمس والقمر يسيران بحساب متقن ودقيق. عمرك شفت الشمس والقمر يعني يطلعوا مع بعض؟ ميس، الشمس بتظهر في الصباح والقمر بيظهر في الليل. احسنتي. طبعا متتاليين يعني ورا بعض. سبحان الله. الشمس تشرق من مشرقة وتغرب من مغربها،
وتستأذن الشمس من الله سبحانه وتعالى أن تأتي من المشرق مرة ثانية ولا لا؟ يبقى يا أولاد الله سبحانه وتعالى يدير الكون بحساب متقن ودقيق، فدي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يبقى دي النعمة الخامسة معايا، الشمس والقمر بحسبان، طبعا يعني يسيران بحساب متقن. ليه؟ ليعلم الناس عدد السنين والحساب، تعرف امتى العام بيأتي وانت الشهر يأتي وينتهي امتى ويبتدي امتى والليل والنهار وفصول السنة الأربعة. تقدر تقول لنا ايه فصول السنة الأربعة؟ ايوه ميس، الصيف والشتاء والربيع والخريف. هل يأتون فصول السنة الأربعة مع بعض؟ لا يا ميس، بيجي الفصول السنة الأربعة في أوقات مختلفة متتابعة ورا بعض، وبكل فصل وبيكون لكل فصل من فصول السنة صفات مميزة لي. أحسنتي. يبقى الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء طبعا، ونعم كثيرة علينا، منها الشمس والقمر. الشمس تظهر نهارا والقمر يظهر ليلا، وطبعا طبعا في طبعا فصول السنه الاربعه متتاليين ورا بعض، وده كل ده بحساب ايه؟ بكلمه بحسبان، يعني بحساب ايه؟ دقيق متقن، ليعلم الناس عدد السنين والحساب. طيب تقدري كده تقول لنا قبل ما نخش للشريحه اللي جايه، ايه هي النعم اللي احنا ذكرناها؟ اول حاجه اسم الله. اسم الله الرحمن يا ميس. الله سبحانه وتعالى علمنا القرآن، وإحنا بنتعلم، أنزل على سيدنا محمد القرآن وإحنا بنتعلم القرآن وبنفهم معانيه. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وميزه عن باقي المخلوقات بنعمة العقل. ربنا سبحانه وتعالى علمه البيان، يعني علمه كيف ينطق ويكتب. الشمس والقمر بحسبان، معناها أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر بحساب دقيق متقن، وبينتج لكي يعلم الناس أو يعرف الناس بتعاقب عدد السنين والحساب، وتعاقب الليل والنهار واختلاف فصول السنة الأربعة. أحسنتي. أنا عايزك بقى كطالب تقدر برضو تقول كده النعم وتعد معايا عشان تقدر تحفظ معايا، بتسهل عليك عملية الحفظ. خد بالك الآية السادسة، والنجم والشجر يسجدان. نتوقف، ايه ده؟ احنا دايما عارفين يا ميس ان الانسان يسجد لله من خلال الصلاة، ويتعبد لله من خلال ان هو يتأمل في الكون، كل ده احنا عارفينه. ولكن النجوم اللي هي في السماء والشجر اللي على الأرض يسجدان لله سبحانه وتعالى؟ نعم يسجدان لله. كيف يسجد لله؟ كيف تسجد الشمس الشجر والنجوم والشمس والقمر؟ ولكن في هذه الآية حدد لك وقال لك النجم والشجر كيف يسجدان لله سبحانه وتعالى. كل ده انت لا تقدر على إدراكك كيف يسجدون لله سبحانه وتعالى، لا تدرك، لأنك انت شخص ضعيف والله قوي. تمام كده؟ يبقى لازم تبقى عارف يا أولاد أن النجم والشجر يسجدان لله وحده. كيف يسجدان لله؟ لا ندرك لله سبحانه وتعالى، لا ندرك علم الله سبحانه وتعالى. الله وحده هو الذي يعلم كيف يسجد له الشمس والقمر والنجوم والشجر وكل الكائنات يسجدان لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان لا يعلم كيف يسجد الشمس والنجوم والشجر وهكذا. لكن لازم تبقى عارف أن كل شيء خلقه الله يسجد لله سبحانه وتعالى وحده، يبقى جميع المخلوقات يسجدون لله سبحانه وتعالى. يبقى دي النعمة السادسة. هندخل مع بعض الآية السابعة. والسماء رفعها ووضع الميزان. الآية دي يا ولاد طبعا هنقسمها لشقين. قال لك حاجة، أول حاجة الله سبحانه وتعالى السماء رفعها. رفعها طبعا، السماء يا ولاد مرفوعة عننا طبعا، لأن لو السماء انطوت علينا، يعني إيه؟ يعني لو السماء جت يعني قربت علينا كده يا ولاد ممكن نهلك. تمام؟ لكن الله سبحانه وتعالى رفع عننا السماء بغير إيه؟ أعمدة. طبعا دي حاجة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. انت السقف اللي عند بيتك او السقف اللي في المدرسة مرفوع بايه؟ بأعمدة. هتلاقي كده ايه؟ في أعمدة رفع السقف، لكن السماء الله رفعها عننا. تمام؟ لكي لا تهلكنا. يبقى دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
ووضع الميزان. وضع الميزان ده فعل أمر الله، وضع لنا الميزان لكي نعدل على إيه؟ على الأرض. يبقى في عدل ومساواة بين الغني والفقير، بين الضعيف والقوي، تمام؟ ما حدش يجي على التاني، لأ. يبقى وضع الميزان أن تعدلوا في أشياء كثيرة. ممكن مثلا في الأمور الحياتية، زي مثلا التاجر بيبيع مثلا للمشتري، مثلا الزبون اللي معاه أو العميل اللي عنده، لازم يبيع عنده، يبيع له إيه؟ بالعدل. يعني عايز كيلو يوزن له كيلو، تمام كده؟ تمام؟ يبقى ووضع الميزان، الله وضع العدل في الأرض. يبقى الآية الثامنة اللي جاية، استمعوا معايا كده، تكملة للآية الإيه؟ السابعة، ألا تطغوا في الميزان. يعني لا تعتدوا في الميزان، لا تعتدوا على حقوق الله سبحانه وتعالى. وأنا هديلك مثال بسيط، زي ما قلت لك البائع، أنا دلوقتي عايز كيلو مثلا موز، ها، يبقى لازم يطب الميزان على إيه؟ على الكيلو، على الكيلو، ما ينقص منه موزة. أيوة، يبقى ما تغشش الإيه؟ المشتري، تمام كده؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ممكن يكون اللي بيشتري منك لا يعلم، تمام كده؟ لكن من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. بالك، الله يراك. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ ألا تطغوا، يعني ألا تعتدوا في الميزان، تمام كده؟ نستكمل. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. طبعا أقيموا الوزن يعني اعملوا الوزن بالقسط، يعني بالعدل بالمساواة. ولا تخسروا الميزان، يعني ولا تقلل ولا تزيد، ولا بالزيادة ولا بالنقصان. كل الآيات دي بتدور على ايه؟ المساواة في الميزان. هنا بيقول لك أمرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات بالعدل، فلا يتجاوز فرض على الآخر. يعني شخص لا يتجاوز على الآخر، بمعنى يعني البائع لا يتجاوز على الايه؟ على المشتري اللي بيبيع له. يبقى لا يتجاوز فرض على الآخر، بل يحسن معاملته ويكرمه. يبقى انت واجب عليك ايه؟ ان تحسن ايه؟ احسن معامله، اعمله معاملة حسنة يميز واكرمه. لان ممكن يجي لك اكمل. أمرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات اللي احنا قلناها، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ممكن يجي لك سؤال، فلا يتجاوز نقط على الآخر، فرض على الآخر، فرض على الآخر، بل يحسن معاملته ويكرمه. بالظبط، تمام كده؟ ممكن يجي لك سؤال أكمل. طيب، يبقى عرفنا النعم اللي احنا قلناها الجديدة اللي عليك. قال لك والسماء رفعها بدون أعمدة، سبحان الله، دي نعمة من عنده. وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل هذه الآيات بتدور على الإيه؟ على العدل، ولا يتجاوز الفرد على الآخر، بل نحسن المعاملة ونكرمه. طيب، الآية اللي بعديها، والأرض وضعها للأنام. الأرض كلنا عارفينها، يعني إحنا بنمشي عليها، بنبني المدرسة، نبني مسجد، بنبني البيت على الأرض، صح ولا لأ؟ طيب، وضعها للأنام، يعني ربنا وضع الأرض لمين؟ للخلق. ما قالكش للبشر بس، ولا قالك للحيوانات بس، ولا قالك للنباتات فقط، لا، قالك للأنام، يعني للإيه؟ للخلق. وضحي تاني كده، يعني للأنام؟ للخلق يا ميس. الله سبحانه وتعالى وضع الأرض لإيه؟ للإيه؟ للخلق. طيب، لكي إيه؟ قالك أعدها، أعد الأرض لنعيش ونستقر بيها. طبعا بنعيش وبنستقر عليها، يعني إيه؟ يعني أنت قاعد في بيتك وبتروح مدرستك، أو مثلا المعلم يذهب لعمله، أو مثلا الأب يذهب لعمله، أو الأم مثلا لو هي تذهب للعمل، أو هي مثلا ربة منزل وهكذا. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأعدها لنعيش ونستقر عليها، تمام كده؟ وخلق فيها إيه؟ الإنسان فقط، ولا خلق فيها إيه؟ خلق فيها الأشجار والثمار والحبوب التي نأكل منها يا ميس، وخلق الحيوانات، وخلق الطيور للإنسان، علشان الإنسان ينتفع بيها ويستخدمها في حياته. زميلتنا قالت معلومة مهمة جدا، الله خلق الإنسان وخلق له النبات والحبوب والثمار. تخيل لو الإنسان بس كان عايش لوحده يقدر يأكل منين؟ سبحان الله، مهد لي وهيئ لي
الايه الثمار والحبوب والاشجار طبعا لتثمر لنا الايه الفاكهه وناكل منها. سبحان الله، مش دي نعمه ولا لا؟ نعم الله. عشان كده بيقول لك سوره الرحمن بها نعم ايه، نعم كثيره. هل انا ذكرت نعمه واحده؟ لا يا ميس، احنا ذكرنا نعم كثيره من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. احسنتي، يعني علم القران وخلق الانسان وعلمه البيان وهكذا، وعندنا نعم كثيره جدا جدا في هذه السوره، وهناكد عليها ان شاء الله عند انتهاء من التفسير. طيب، يبقى والارض وضعها للانام، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق النباتات والاشجار والحيوانات للايه، لكي تستقر على الايه، على الارض. يبقى للانام يعني للخلق. احسنت. هندخل على الايه اللي بعديها، فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. هنا عندك يا اولاد الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك اهو في الايه السابقه خلق لنا الايه الخلق، يعني جميع الخلق. فهنا بقى بياكد لك بقى فيها الارض ايه، فاكهه والنخل ذات الاكمام. خد بالك ليه الله سبحانه وتعالى فصل النخل عن الفاكهه، لان هو ميزها، عايز يوضح لك شويه حاجات كده في النخل. يعني قال لك الفاكهه، او خد بالك النخل من الفاكهه، بس هو طلعها لك كده عشان يوضحها لك. الفاكهه كلنا احنا عارفينها، زي ايه؟ دي امثله للفاكهه، البرتقال والتفاح والفراوله والموز. اتركي بقى بعض زمايلك يقولوا، انا سامع حد بيقول اميس انا بحب الموز وبحب الفراوله والجوافه والكمثره وهكذا. يبقى انت عندك انواع كثيره من الفواكه. طب تعالى بقى عند النخل، الله رزقنا بالنخل، قال لك ذات يعني صاحبة، كلمة ذات يعني صاحبة، صاحبة ايه؟ الأكمام. يعني ايه الأكمام؟ سبحان الله، مش النخلة طويلة؟ وتحس ان الفروع الشجر فروع النخل بتاعها طويلة جدا، شبه الأكمام، الكم بتاعك طويلة. ليه؟ لكي تحفظ الحبوب والثمار جوه الأكمام، داخل الأكمام. سبحان الله، فربنا حفظ لنا الثمار الذي ينبت على النخل ذات ايه؟ داخل الايه؟ داخل الاكمام. عشان كده ربنا حب يوصف لك الايه؟ النخل بصفه مميزه يعني. تمام كده؟ يبقى فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. تمام كده؟ طيب. ندخل على النعمه اللي بعديها. والحب ذو العصف والريحان. خد بالك بقى. هنا ربنا سبحانه وتعالى حب يوصف الحب ما الذي ياكله؟ والعصف والريحان. قال لك الحب الحبوب زي القمح، تمام كده؟ وعندك الحبوب كتير، الفول، العدس، الفاصولياء، كل دي تعتبر من الحبوب، خلاص كده؟ ربنا خلقها لمين؟ للإنسان. ذو العصف، العصف هنا يا ولاد أنا بوضح لك معناها يعني أي حاجة من الأوراق، فيأكلها مين؟ البهائم، منها الأغنام زي مثلا الماعز، عندك الخروف، الناقة اللي هي أنثى الجمل والجمل نفسه وهكذا. قال لك العصف هو أكل الإيه؟ البهائم اللي هي بتبقى عبارة عن غصون الأشجار، تمام كده؟ طيب، والريحان هي نبتة لها رائحة جميلة. يعني عارف العطور؟ العطور اللي أنت بترشها دي، تمام؟ دي مصنوعة من الإنسان، ولكن الريحان نبتة تزرع في الأرض وبتبقى ليها ريحة جميلة. طبعا احنا عارفين ان النعناع والحاجات الجميلة دي اللي ربنا خلقها شبيهة ليها من مشتقاتها كده، تمام؟ يبقى الريحان ليها ريحة ايه؟ عطر جميل ومميز. يبقى الحب، الحبوب، القمح، الفاصولياء، الفول، العصف، أكل البهائم من الأوراق الأشجار، وعندك الريحان هي نبتة فيها عطر مميز وجميل جدا جدا. كل دي نعم الله سبحانه وتعالى. خد بالك كل دي نباتات، بس كل حاجه تتميز بايه؟ بنفسها، تمام كده؟ سبحان الله. وكل فاكهه ليها ايه؟ طعم. كل دي من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب، الايه اللي بعديها دي اخر ايه عندك 13، انت ان شاء الله هتحفظها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، هنا الله يتساءل. كلمة آلاء نعم، نعم مش نعمة، نعم. ربنا يتساءل، أتكذبون بنعم الله سبحانه وتعالى؟ يتحدث لمين؟ الإنس والجن. طبعا على الأرض خد بالك ليس الإنسان فقط، الجن أنت ما بتشوفوش، تمام؟ هو موجود على الأرض، لكن من نعم الله سبحانه وتعالى إحنا مش بنشوفه، لم نشاهد الجن، ولكن بس في إثبات في جن وإنس. فربنا يتحدث للإثنين،
هل لان بعض الناس مش كلنا الحمد لله، احنا كلنا الحمد لله مسلمين، الحمد لله دي نعمه من عند ربنا، لكن بعض الناس يشركون بالله ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويكذبون بكلام الله. خد بالك بقى سوره الرحمن طبعا في طبعا تكمله الايات سوره الرحمن، بس هنا في نقطه عايز اقولها لك. الايه دي فباي الاء ربكما تكذبان ذكرت في سوره الرحمن اكثر من مره، ذكرت كم مره؟ عندك 31 مره، يعني ذكرت كتير، يعني ما بين كل آية هتلاقي الآية دي، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ليه؟ لأن الله يتساءل هل كل هذه النعم ويكذبون بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى سورة الرحمن سورة عظيمة جدا ذكرت فيها نعم كثيرة، ولا مش نعمة واحدة فقط، لا نعم كثيرة، تمام كده؟ طيب يبقى انت كده بإذن الله من خلال تفسيرك للآيات، اسمع التفسير كويس جدا 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 عشان تقدر بإذن الله تحفظ الآيات الكريمة. طبعا طبعا في كتاب اهو بيوضح في شرح الآيات، تتحدث الآيات عن النعمة التي أنعم الله تعالى تمام بها على الإنسان، فبدأت بنعمة القرآن الكريم وبوصفه أعظم نعمة، وبوصفه طبعا هي أعظم نعمة على الإنسان الله سبحانه وتعالى، بوصفه أعظم نعمة على الإنسان طبعا نعمة التعليم القرآن الكريم. أعظم نعمة على الإنسان هي نعمة تعليم القرآن الكريم، ففعلا بدأ وقال الرحمن اسم الله ثم علم القرآن، هي أعظم نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، فعشان كده جابها في الإيه؟ في الأول. هو إيه أحسن نعمة؟ هي نعمة تعليم القرآن الكريم. عشان كده بقول لك دايما اسعى على ايه لما تقرا قران في اي سوره، اعرف معانيها تمام كده، تدبر معانيها تمام، لان دي اعظم نعمه، فخد بها خد بها على طول تمام كده. طيب هنا بيقول لك لما انزل الله تعالى القران الكريم، ده كده سؤال ليه. طيب هنرد دلوقتي اقول لك ليعلمنا كيف نعبده سبحانه وتعالى طبعا، ومن خلال معرفه اسمائه وصفاته عز وجل فنعرفه ونحبه. انت لما تعرف صفة حد، انا بتكلم على اي شخص، تعرف ان هو طيب مثلا، متسامح، بيغفر، مش هتحبه؟ ده بقى ده صفة الله سبحانه وتعالى الاعلى، صفة الله الرحيم الكريم، صفته كثيرة متعددة. يبقى ليعلمنا كيف نعبده من خلال معرفة اسمائه وصفاته تمام كده، صفاته، ونحبه وننفذ اوامره. طبعا انت لما تحب شخص بتحب تسمع الكلام، تسمع كلامه على طول، انت نفس الكلام، تعرف اسماء الله وصفاته ايه عشان ايه. فطبعا لما اعرف صفاته الكريمه دي هنعرفه ونحبه وننفذ ايه اوامره. النقطه اللي بعديها كمان طبعا يقول لك كمان ليحكي لنا قصص، في برضو معلومة أنا هقولها لك، لكي يحكي لنا إيه قصص من إيه سبقونا لنتعلم منهم. طبعا في خلي بالك برضو دي معلومة أنا هقولها لك زيادة كده، بيقول لك إيه ليحكي لنا قصص من إيه من سبقونا. القرآن فيها قصص، مثلا قصص الأنبياء بتتعلم منها، الأخطاء اللي وقعوا فيها القوم اللي كانوا وقعوا فيها أنت لازم تتعلم منها من أخطائهم وما تكررهاش، لتتعلم منهم ليبشرنا بالجنة. ايوه تتعلم الاخطاء وتعمل الايه كل الاشياء الصحيحه السليمه اللي ربنا امرنا بيها لكي تدخل ايه الجنه، ويعرفنا كيف نطلبها وليحذرنا من النار. طبعا انت طبعا بيحذرك من كل الايه الاشياء الخطر او الشر والحاجات اللي ما تعملهاش عشان ايه لا تدخل النار، ويبين كيف ايه نجتنبها. طبعا ان انت ايه كيف ان انت ايه تبتعد عن ايه عن اي شيء في شر او سوء او في اي مثلا حاجات اشياء تبعدنا عن ذكر الله تمام كده. طيب ثم تتحدث عن نعم خلق الله تعالى الانسان وتميزه له عن سائر المخلوقات بالعقل والفهم والنطق، طبعا ميزه عن ايه عن الحيوانات طبعا تمام كده. طيب وتتحدث كمان طبعا انا بدي لك ايه ملخص تفسير سوره ايه الرحمن، وتتحدث الايات بعد ذلك عن نعم الله تعالى في الكون زي الشمس والقمر يسيران وفقا لحسابات دقيقه زي ما قلت لك، فيتعاقب الليل والنهار يعني ياتي ورا بعض، وتختلف الفصول
يعني كده ونظرا الى وانظر كمان واذا نظرنا الى السماء نجدها مرفوعه فوق الارض بلا عمد. كل دي نعم احنا ذكرناها من خلال تفسيرنا لايه سوره الرحمن. وقلنا كمان امرنا الله سبحانه وتعالى في الايات بالعدل، فلا يتجاوز فرض على الاخر، بل يجب عليك ان ايه يحسن معاملته ويكرمه. تمام كده، كل الاشياء دي احنا قلناها. وقد خلق الله عز وجل الارض واعدها لنا لنعيش ونستقر بها، وخلق فيها اشجار وثمار وحبوبا ناكل منها، هذه كلها نعم انعم الله تعالى بها علينا، فلله الحمد على ما رزقنا. طبعا كل نعمه لازم نحمد الله على ايه، على ما رزقنا به. تمام كده. طيب انا عايزه كده زميلتنا الجميله تقول لنا كده يعني سريعة كده النقاط اللي ذكرناها في نعم الله سبحانه وتعالى. لو قلت كده علم ايه مس ربنا سبحانه وتعالى اسم من اسمائه الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى علمنا القرآن الكريم، انزل على سيدنا محمد القرآن الكريم، واحنا بنتعلمه بنفهمه بنتدبر معانيه، ودي واهم نعمة واعظم نعمة هي تعليم القرآن الكريم. كمل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وميزه عن باقي المخلوقات بنعمة العقل لكي يميز به بين الخير والشر. ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان النطق والكتابة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر بحساب دقيق متقن، وبسبب الحساب الدقيق المتقن للشمس والقمر بيتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة. ربنا سبحانه وتعالى خلق النجم والشجر، وكل المخلوقات في السماء والأرض بتسجد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء ورفعها بدون أعمدة، ووضع الميزان يميس، يعني وضع العدل وأمرنا بالعدل في كل أمور حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الغش في الميزان، وقال لنا ألا تطغوا في الميزان، إن إحنا ربنا لازم إن إحنا نراعي العدل في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد علينا إن إحنا نراعي العدل في أمور حياتنا وفي الميزان بين البائع والشراء والبائع والمشتري. وربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وسخرها للأنام، يعني للخلق جميعا، للإنسان والحيوان والطير. وربنا خلق سبحانه وتعالى جميع المخلوقات لخدمة الإنسان، وعلشان الإنسان ينتفع بيها ويستفيد منها في حياته. من ضمن نعم ربنا أو مخلوقات ربنا للإنسان ينتفع بيها الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، كل دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى. في الآية الأخيرة ربنا قال لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا سبحانه وتعالى وجه كلامه للإنس والجن وبيسألهم كيف تكذبوا أو كيف لا تؤمنوا بنعم الله سبحانه وتعالى. ممتازة ممتازة ممتازة. طبعا من خلال طبعا هي سمع للتفسير للآيات فهمت وجمعت نعم الله سبحانه وتعالى، وأكيد طبعا حفظت الآيات صح؟ أيوة يا ميس. ممتازة. طيب هنأكد على المعاني والكلمات اللي احنا قلناها أثناء الشرح. علمه البيان، قلنا يعني علمه كيف ينطق ويكتب. سنتي بعلمه البيان، علمه كيف ينطق ويكتب. زي ما انت شايف كده كرر المعاني اكثر من مره. طيب عندك المعنى اللي بعديه انا هقولها وتقولي معايا. بحساب متقن. يبقى كلمه بحسبان يعني ايه؟ بحساب متقن. احسنتي. الايه اللي بعديها تطغوا يعني ايه؟ تعتدوا. معنى تطغوا تعتدوا. طبعا هي جايه في الايه الا تطغوا، تمام كده، يعني حتى الا تعتدوا. تمام كده. تمام. عندك هنا برضو المعنى اللي بعد دي بالقسط يعني بالعدل. يبقى كلمه بالقسط يعني بالعدل يا ميس. احسنتي. طيب تخسروا يعني ايه؟ تخسروا معناها تنقضوا. يبقى كلمه هنا عندك هنا تخسروا يعني ايه؟ تنقضوا. تمام كده. طيب للانام يعني للايه؟ للخلق. للأنام للخلق. أحسنتي. طيب آلاء نعم آلاء
نعم. وطبعا جت ايه جمع مش مفرد، آلاء نعم، نعم الله كثيرة ومتعددة. طيب تدريبات على الايه، على الكلام اللي احنا قلناه والتفسير والشرح اكمل. تتحدى اول حاجة بيقول لك تتحدث الايات عن النعم التي انعم الله تعالى بها على الانسان. النعم الاجابة تتحدث الايات عن النعم التي انعم الله تعالى بها على الانسان. نعمة التعليم، نقط الكريم، نعمة تعليم نقط الكريم أعظم نعمة على الإنسان. نعمة تعليم القرآن الكريم أحسن نعمة وأفضل نعمة، هي نعمة تعليم القرآن الكريم تعتبر أعظم نعمة على الإيه؟ على الإنسان، هي دي أعظم نعمة، عشان كده ذكرها في الأول، قال لك علم القرآن. تمام. خلق الله نقط وأعدها لنا لنعيش وتستقر بها. خلق الله إيه؟ خلق الله الأرض وأعدها لنعيش ونستقر بها. أحسنتي. آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، تخاطب من ومن؟ الإنس والجن. أحسنتي. يبقى إحنا كده عرفنا، طبعا هي جاوبت من خلال فهمها للإيه؟ لشرح الآيات. طيب اللي معاك صل، زي ما بأكد كده ان انت لازم تقرأ السؤال العمود الاول بعد كده تقرأ العمود التاني. ليه بقى؟ لان احيانا بيجي لك في العمود التاني اختيار زيادة، يعني مثلا انا عندك في العمود الاول ثلاثة، ممكن يجي لك في العمود التاني اربع اختيارات، فعشان كده بقول لك خد بالك وتقرأ الجمل جيدا جدا عشان تقدر انت ايه تقدر تختار من الايه من الجملة اللي ايه اللي قدام على طول، واقرأ بإتقان كده وبالراحة وعلى مهلك ومتسرعش في الإجابة. طيب عندك كده الرحمن، ادي كده أول حاجة. الجملة اللي بعديها التحتية تتحدث سورة الرحمن عن، الجملة اللي بعديها أنعم الله تعالى علينا بنعم عديدة، في العمود الآخر رحمة ربنا من أسماء الله الحسنى، نعم الله تعالى على الإنسان. طيب عندك أول حاجة الرحمن، الرحمن هتختار إيه من العمود الآخر؟ ها الرحمن رحمة ربنا أم من أسماء الله الحسنى أم هتختار نعم الله تعالى على الإنسان؟ هتختار الإجابة إيه؟ الرحمن. الرحمن من أسماء الله الحسنى. قولي لي كده أسماء الله الحسنى كم عدد أسماء؟ 99 اسما 100 إلا واحد. أحسنتي، يعني هي إجابتها من الحديث اللي إحنا أخدناه بالصيغتين. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك إيه؟ تتحدث سورة الرحمن عن، تتحدث سورة الرحمن عن نعم الله تعالى على الإنسان. طب لو أنا سألتك سؤال من خلال الدرس، ما هي أفضل نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان؟ هي نعمة إيه؟ تعليم القرآن الكريم. أحسنتي، كما قال في سورة الرحمن أول حاجة قال الرحمن ثم قال قال علم القرآن. أحسنتي، يبقى دي بتدل على إيه؟ أعظم نعمة على الإنسان. طيب الجملة اللي بعديها بيقول لك أنعم الله تعالى علينا بنعم عديدة، رحمة بنا. رحمة بنا، عارف لو كانت نعمة واحدة يعني هتبقى الموضوع إيه ضيق علينا، لا لكن الله وسع علينا إيه نعمته علينا بنعم كثيرة كثيرة على العباد، فدي تعتبر رحمة على مين؟ على البشر، صح ولا لأ؟ أكمل ما بين القوسين. أول ما مما بين القوسين، أول ما بيقول السؤال ده يبقى أنت لازم تلتزم بالإيه؟ بالاختيارات اللي عندك، اوعى تجيب اختيار من دماغك، اوعى. فهنا عندك إيه؟ الاختيارات الشجر، وعندك الشجر، الأرض، القرآن، الميزان، البيان، العصف، النخل، الشمس، الوزن. طب لو أنا قلت لك كده البيان، معنى البيان إيه؟ يسمعنا البيان علمه كيف ينطق ويكتب. احسنت، بحب اجيب كده الاسئله في الوسط الشرائح كده بحيث ان انا ايه اشوفك ايه مركزه معايا ولا لا. احسنت. طيب عندك هنا الرحمن نقط علم القران، طبعا هو جايب طبعا من ايات القران وانت اللي بتكملي الايه الايات. خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. أحسنتي، والسماء رفعها ووضع الميزان،
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا نقط بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ونقط وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة ونقط ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام. ممتاز، أحسنتي. والحب ذو نقط والحب ذو العصف والريحان. طيب، فبأي آلاء ربكما؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسنتي أحسنتي، ممتازة. المتفوقين كلنا بننتظر السؤال ده، عايزك تفكر جيدا جدا في السؤال عشان تقدر بإذن الله تقدر انت تجاوب الايه السؤال. قال لك اكمل. امرنا الله في الايات بنقط فلا يتجاوز فرض على الاخر. انا قلتها لك اثناء الشرح، ويعني فكر فكر كده فيها. ترشدنا الايات الى نقط. السؤال مره اخرى، اكمل. امرنا الله في الايات بنقط فلا يتجاوز فرض على الاخر. السؤال اللي بعديه، تشدنا الآيات إلى نقط. وبكده يا أولاد إن شاء الله انتهينا من تفسير سورة الرحمن، وتأكدنا على أن سورة الرحمن بتأكد على النعم كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأفضل نعمة هو تعليم القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.